بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشتركين الجمال المحترمين، إخواتي الأعزاء، يا رب تكونوا بخير وأيامكم سعيدة إن شاء الله. هنكمل التحقيقات، وعلى فكرة من الجزء ده التحقيقات اللي جاية كلها اكتشافات، مفيش إعادة تحقيق بقى زي ما كانوا بيقعدوا يعيدوا ويعملوا الكلام ده، تمام؟ بص يا سيدي، وقفنا عند آخر حاجة اللي هي لما جابوا عائشة اللي هي المقطورة بتاعت سكينة، وبدأوا هي طبعا كانت خايفة انها يقحموها في الموضوع، فراحت افكرك بآخر حاجة انها راحت حاكية وقعتين. كلمة اللبان اللي قدامك دي، ببص اقرأ المعلومات دي هتعرف حي اللبان والقصة بتاعته ايه. افكرك انها حكت وقعتين، ملخص كده الوقعتين. لما قالت الاولى ان اختفاء انيسة رضوان احد اضلاع الرباعي العاشق اللي كان بيضم عبد الرازق، بيضم عبد الرازق وعادي لك حكاية، وطبعا ريا وسكينة، والاخير اللي هو مين، محمد خفاجة، ودي كان اول مرة يتذكر اسم محمد خفاجة. الوقعة التانية اللي قالتها عائشة وقعت اختفاء زنوبة الفرارجية، قالت لك انا شفت سكينة وهي واخدها من دكانها وبعد كده اختفت، وبعد كده شفت الشبشب لابساه سكينة اللي هو اتهمتها ان هو بتاع زنوبة الفرارجية، وشفتها بعد اسابيع قليلة خالص من اختفاء زنوبة الفرارجية، وكانت اقوال عيشة دي هي اللي دفعت سليمان عزت اللي انتقل بالتحقيق او لتغيير وضع التحقيق شوية، ان هو قال لك الله يعني في وقائع اهي، طب ما تيجي نقف عند وقعة مين، انيسة، عشان نتعمق، ما ينفعش ناخد الواقعة كده من اللي قالتها عائشة او عيشة ونمشي ونعديها مرور الكرام، ما ينفعش. فقال لك لازم نشوف الظروف المحيطة بالموضوع دوت، وبدأ ينتقل يستمع لمين، لأقوال عديلة الكحكية اللي ما كانش يعني كانوا دردشة كلام بسيطة حصلت معاها، لكن ما حدش استمع لأقوال رسمية من عديلة الكحكية. وعديلة الكحكية جت وزيها زي اي امرأة او زي اي ست بتمارس الدعارة في السر وبلاوي في السر، كانت بتبقى تتكسف ان الناس تعرف ايه هي اللي بتعمله. فطبعا حرصت عديلة في الطبعة الاولى من اقوالها على اخفاء كل حاجة هتسيء لسمعتها. فطبعا اول كذبة قالتها عديلة ان هي هتخفي علاقتها بمحمد خفاجة، واخفت فعلا كل ما يتعلق باللقاء اللي كانت بتتم بين الرباعي العاشق، ماشي، عبد الرازق وانيسة طبعا، ومحمد خفاجة وعديلة. وقالت ان معظم يعني كل اللي صورته واللي حكيته ان هو كان صدفة بتجمع بينهم، مفيش ترتيبات بقى ولا مواعيد ولا كلام من ده. وقالت لك حتى اللي كان مع أنيسة ده صدفة برضو، وعلاقتي بيهم صدفة، وكنت بقابل ريا صدفة، وكلمت كمان عن وجود ريا في المنزل عندها، يعني ما سألوها ان انت ريا بتيجي عندك البيت، قالت له دي كانت بتيجي بتخيط لأنيسة جلبيتين لها والبنت أنيسة، وفي الحالة دي يعني او بالصدفة نشأت علاقة ايه، صادقة بسيطة كده، لكن ما تعرفش تفاصيل عنهم ولا بتعرف عنهم اي حاجة، يا دوب انا كنت عارفة انيسة معرفة طياري كده بس، يعني اخويا او ادبيا ان انا معرفت ان انيسة دخلت المستشفى، عرفت خبر غيابها يعني، فروحت سايبة المستشفى وقرت اسأل عليها، ولما انا بسأل عليها وكده قالوا لي ده طفلة صغيرة جات لها برسالة في الليلة اللي اختفت فيها، وبعدها ما شفناهاش، فاستنتجت يعني ان دي بنت ريا، فروحت رايحة لبيت ريا، بتقولهم انا رحت ما بتنكرش، لكن بتقولهم بقى ان كله صدف صدف، فروحت رايحة بيت ريا اسأل عنها، وراحت ريا هددتها وقالت لها انا هفضحك وهفضح امرك وهفضح علاقتك بالعربجي
اللي هو لا هفضح علاقة أنيسة بالعربجي اللي هو عبد الرازق، وهفضح علاقتي كمان بمحمد خفاجة. وقالت لها انت جاي تسألي ليه عليها وتعملي دوشة ليه؟ ما يمكن أنيسة هربت مع محمد خفاجة، مع سوري عبد الرازق. الله انت وجعلنا دماغنا ليه يعني؟ فراحت هي، فقالت بقى هي بالصدفة برضو لما التقيت بيه بعبد الرازق، فين يا عم أنيسة؟ هي ما هربتش معاك ولا كذا وانت قاعد هنا؟ فراح نفي كل الكلام، ولا يا بنت الحلال انا متجوز وعندي اولاد ومعرفش صديقتك دي اصلا ولا عمري شفتها. قالت له ازاي انت ما شفتهاش قبل كده؟ قالت له لا، قالت له لا انا ما شفتهاش. يعني بتدي ايحاء للمحقق ان انيسه كانت بتقابل عبد الرازق من وراها، وانا كنت بقابل محمد افندي خفاجه مع نفسنا. يعني اقصد تقصد تقول ما فيش اربعه تقابله يعني، ممكن يعني شفته معاها من بعيد بتاع، لكن ما اعرفش ده اسمه ايه ومين اللي واقف معاها ده، وما اعرفش حاجه. فكان المنطقي ان المحقق يعمل مواجهات عديده بين عائشه اللي هي المقطوره وبين ريه، ماشي، دي جزء علشان يكتشف الوجه الاخر للحقيقه. ما انت عائشه جت قالت كلام، والكلام جه فيه سيره عديله ومحمد خفاجه ومش عارف ايه، قال لك نبتديها من اولها. عائشه بمين؟ ريه. وتضطر ريه لاول مره من ساعه ما دخلت عديله في الاتهام الى الكشف، لما بيسالوها بقى عديله دي ايه؟ عائشه بتقول كذا وعديله دي مين؟ راحت كشف العلاقه بين عديله وبين الرباعي كلهم، عديله ومحمد خفاجه وبين انيسه وعبد الرازق. وراحت زايعه او يعني قالت لاول مره حقائق سر سهرة العيد اللي انتهت بسرقة عبد الرازق لكيس أو البوك بتاع أنيسة اللي كان فيه الفلوس، وفكرك كان فيه فردة حلقها. راحت حكية القصة دي والزيارة اللي قامت بيها عديلة لبيت ريا عشان تتوسط في استرداد المسروقات أو الحلق، على الرغم من تأييد عائشة لأقوال ريا في الكلام ده، فقد أصرت عديلة على الرفض والإنكار، وأنكرت هذا الجانب أو الجزئية دي من الواقعة. ليه؟ لأن هي يعني كانت مفكرة الموضوع هيمر عابر كده، وإن هي مش هتخش قوي في التحقيقات. قالت لك يا عم ده كلمتين وياخدوهم وهيمشوا، فأنا إيه مش هفضح نفسي أكتر من كده، كلمتين من بره كده ومش هفضح نفسي بمين؟ بعلاقتي بمحمد خفاجة، عشان حتى ما اقعش مع محمد خفاجة ونجيب الرؤوس الكبيرة كلها والدنيا تتفضح، فاخفت الجزئية دي. وكان من حسن حظها ان المحقق استمع لاقوال قرايب انيسة اللي اكدوا ان الفتاة اختفت في اليوم التالي لدخول عديلة المستشفى، وده يكذب اتهام مين؟ ريا، لان ريا قالت كانت بتكذب الكلام ده، لكن لما سمعوا قرايب انيسة قالت لهم فعلا ده عديلة كلامها صح. وقالت وده كذب اتهام ريا بان هي اللي سحبتها كمان للمنزل، ما ريا كانت بتقول عديلة اللي جابتها المنزل اللي اتقتلت فيه، وكانت بتصر ريا على الكلام ده حتى ذلك الحين، يعني حتى الوقت ده. وكانت بتقول انه منزل ام احمد النص يعني بتأكد ان المنزل منزل ام احمد النص ده ريا، يعني كانت بتقول ان هي عديلة سحبتها المنزل ام احمد النص، وكانت لحد اخر وقت مصممة على تبرئة نفسها، لكن ده ما كانش كافي لبراءتها. ومن سوء حظ ريا ان المحقق قرر انه يستمع الى اقوال هانم بنت مين لو تفتكر، أنيسة، على سبيل انه يستدلل. ممكن البنت تقول كلام مش طبيعي او مش مظبوط او مش حقيقي او مش فاكره، بس هو استدلال بعبارات يعني متقطعه كده، او عبارات مرميه كلمه هنا وترمي كلمه هنا، يقوم يربطها ببعضها ويستفاد اي حاجه. يعني ممكن انت تجمع من الطفل حاجه مفيده، او تحس ان في حته حقيقيه في كلامه تقوم تبني عليها او تصدق بيها اعتراف واحده من اللي بتعترف.
والفتاة دي اللي هي هانم بنت أنيسة قالت، اللي هو خلي بالك عمرها ما كانش يتجاوز السادسة، قالت بيقول لها انت تعرفي واحدة اسمها بديعة؟ قالت له اه انا عارفة واحدة اسمها بديعة، كانت امها بتجيبها معانا، بتيجي هنا وبتزورنا في البيت. الله، قال لها يعني انت عارفاها؟ قالت له اه يا بيه، وعادي لك كحكاية كمان عارفاها، كانت دايما كل ما تيجي تقول لي انزلي تحت السرير هاتي السكر عشان نعمل قهوة، شيلوا السكر يعني تحت السرير، وده في بيت ريا، وان احنا نقدم القهوة لريا لما، سوري، في بيت اسمها ايه دي انيسة، وبنروح عاملين القهوة الريا ديت، عمتي ريا او بيقولوا بقى خالتي ريا، مش عارف هتقول ايه. وبعد كده كان يقول لها تعالي اقعدي كلي معانا. يا نهار ابيض، البنت قالت كلمتين يودوا في داهية يعني، بالكلام ده بس كذبت ادعاء ريا بان هي اتعرفت على عديلة عند مين؟ عن طريق عبد الرازق وليس العكس. لا انت متعرفيش بقى عديلة من طريق عبد الرازق، لا ده انت عارفة، رايك كانت بتقول انا عارفة عديلة من طريق عبد الرازق، ده انت عارفاهم بتروح لهم بيتهم. وجاء الأوان لاستجواب الفحل الكبير، الراجل اللي عايز الحرق بصراحة، اللي ما كانش حد استمع لأقواله. بص بقى الحتة دي، على الرغم من مرور ما يزيد عن 10 أيام من القبض عليه، تخلف، أقسم بالله تخلف. أنت قابض عملت تحقق في 2، ماسكهم حاشرهم وزنقهم، وعملت تاخد حرف حرف من، طب ما في عندك طرف موجود، طب ما تاخد من اسمه ايه ده، من عبد الرازق. 10 أيام محبوس ومحدش كلمه، تخيل، ومحدش اخد اقواله، حاجة يعني بصراحة خيبة يعني. يعني انتوا تفكير محدود، انت ماسك في الجنب ده بس، طب ما تلم واحد بيحقق هنا، واحد بيحقق هنا، واحد بيحقق هنا، ولم الاقوال كلها واربطها ببعضها وخلاص. وطبعا جه الدور على عبد الرازق اللي ملى صفحات التحقيق بأكاذيب من الدرجة الـ20 يعني، قال أكاذيب ما في بعدها أكاذيب، يعني أول اعتراف له ما فيش ذرة منطق ولا ذرة حقيقة في اللي قاله، وزعم إنه ما يعرفش ريا ولم يراها في حياته سوى مرة واحدة لما دخل يوم للمحششة اللي كان بيديرها محمود الزكاك، فلقاها قاعدة في فناء المنزل مع عدة نساء. تمام، جميل. بس هو دي المرة دي قال له كانت يعني بتعمل ايه؟ قال له عدة نساء، ستات كتير قاعدة بتساعدها، بينتفوا ريش الفراخ او الوز في طشت من الصاج، وسامعهم بينادوها بيقولوا لها يا ريا، يا ولد يا ولد. وبصراحة بيه ما اكتشفتش ان الوز ده ميت الا بعدين، بقولهم الناس دي بتجيب الوز منين؟ فقالوا ده ميت يا عم قبل كده، ومتاكل قبل كده وبيعملوه من تاني يعني. قال لعن الله ينعل ابوهم، بياكلوا الفطيس، وبيقولوا عليه فطيس على فكرة، الحاجة الميتة قبل ما تتذبح. وقالوا طب ريا بتتهمك، قال له، فراح مبرر اتهام ريا، يعني ريا دي متغاظة مني من ساعة ما عديت وبصيت وقلت ده، عرفت انه فطيس وعديت وشتمت وقلت انتوا بتاكلوا فطيس، الله ينعل ابوكوا كذا كذا. فبيقول له كلامها ما يمشيش عليا وكلامها كله كذب. ولما اتعرضت عليه عديلة، مين دي يا عم الحاج؟ قال لهم لا والله ما شفتهاش قبل كده. يا عمي يا عم الحاج، قال له ولا ما شفتهاش. قال له لا انا لا شفتها قاعده جنب الطشت بتاع الوز اللي كانوا والفراخ اللي بيقطعوا فيه الفراخ وبينتفوا ريشها في اليوم اللي كنت معدي عليه ده. قال له لا في يوم تاني يا رب، قال له في يوم تاني كنت معدي ولقيتها هي اللي قاعده. قال له الله تصدق، ده انا شفت رايه كمان كانت قاعده، يعني انا شفت رايه مرتين. وقال له وشفت رايه كمان دي، عمال بقى يعمل بقى ان هو بيفتكر، كانت قاعدة في الخمارة مع 2 صعايدة، وسمعت واحد منهم بيتكلم عن بلاغ اتقدم ضد ريا بتهمة إخفاء ست. قال له يا سلام، أنت سمعت؟ قال له أيوه، بس هو ده اللي حصل.
قال له طب يعني المحقق بيسأله بقى، قال له يعني انت ايه اللي بتقصده من رواية الواقعة دي اللي انت قلته لنا ده، ايه اللي قصدك ايه يعني؟ فراح قايل ببلادة كده، قال له والله مش عارف، والبني آدم مننا كلمة بتطلع ما قالش بقه، قال من حنكه تتكتب على جبينه. تخريف. يعني فبص له المحقق يعني بيقول ايه ده، الراجل ده مجنون. فراح سليمان عزت حس ان فعلا هو مش طبيعي او بيخرف، فراح نازل في حتة تانية بالتحقيق، راح جاي داخل يعني في عمق القضية بقى، مقتل نزلة وعرابي، جاب عرابي وبيسأله، فراح أصر عرابي أو هو سأله قبل كده يعني ده في التحقيق، سأله قبل كده أنت لسه مصر على إنكار كل شيء، أنت ما تعرفش نزلة ولا أمها؟ قال له لا بيه ما عرفهاش ولا أي حاجة. قال له ولا حسب الله تعرفه؟ قال له لا ما عرفوش خالص. طب ده ريا بتتهمك بكذا، راح مكرر نفس الكلام. قال له ريا برضو متغاظة مني، ومن ساعة ما كنت جار ليها واكتشفت ان بيتها مشغلاه في الدعارة السرية، فمتغاظة مني جدا، وفضحت امرها عند الجيران، وكمان سلطت عليها الاطفال يشتموا اللي داخل واللي طالع وشهروا بيها ويقولوا عليها بيت الخباصين اهوت، ورايه شغاله في الدعاره ومش عارف ايه والكلام ده، لغايه لما خليتها طفشت من المنطقه وعزلت. يا نهار ابيض، يعني عارف ايه كذب هو. والتبرير ده يعني قدام المحقق ما صدمهوش، ولا يعني ولا التبرير ده صمد قدام الحقائق اللي كشف عنها التحقيق، خاصة بعد ما عدلت أم نازلة عن تحفظها في الحديث اللي هي كانت خايفة تتكلم قوي، يعني بسبب الخوف كانت خايفة قوي يعني يحطوها في حاجة، وخايفة من رايا وسكينة وحسب الله وعبد الرازق وعرابي، وكانت يعني زي ما تقول عايزة تستر عرض بنتها، يعني ما تقولش بنتي ماتت في دعارة ولا في شقة ولا في كذا. فراحت ضايفة شوية حاجات عن في اللي تعرفه عن صلته بالفتاة، واعترفت بأن الجهة التانية اللي توجهت إليها للسؤال عنها بعد ريا وجوزها، يعني إن هي راحت تسأل ريا وجوزها إيه رقم اتنين سألته، اللي هو مين؟ حسب الله عرابي، لكن أصر على الإنكار وقال له المحقق يستحيل تكون ريا هي اللي تقتل وتدفن بنفسها، ولابد ان لازم هيكون معاها رجالة بتقوم بالقتل والدفن. رد عليه قال له يا بيه دي معاها جوزها وهو راجل لا مؤاخذة زي الطور، يعني يقدر يعمل كل حاجة. ولما طالبه بأنه يعني شوف لنا مبرر يا عم آخر أكثر منطقية، أو قول كلام منطقي لاتهام ريا ليك، قال له يا بيه دي مرة بطالة وشهادتها ما تمشيش عليها، الكلمة اللي عمالين يقولوها في آخر كل تحقيق. قال له دي بهدلت ولاد الناس، ربنا هيخلص الخالص ويشبك المشبوك. تخيل هو قال كده، فكلام كله فعلا أونطة. والتحقيق ومع تقدم يعني التحقيق، يعني حلقات الحصار بدأت تضيق حول ريا بالذات، هي واختها، لان هم الوحيدين اللي كانوا متحملين المسؤولية الرئاسية عن اللي لقوه في غرفتهم او في شقة دي وفي شقة دي. فبدأت ريا تتخبط في اكوالها وهي وسكينة، وبدأت تنكر كل اللي قالته امبارح، يعني بتقول كلام جديد كمان على حسب الظروف اللي قدامنا والأحوال، لكن دفاعها احتفظ ب ب ب يعني بنق يعني نقط ارتكاز ثابتة كده بتقولها كل مرة. كانت بتقوم يعني مركزة ان هي تضحي بحلفاء الهمام، وتركز ان المسؤولية في ارتكاب الجرائم فين؟ في أعناقهم، في سبيل إنقاذ مين؟ أعناق الأسرة من حبل المشنقة.
الأسرة اللي هي أقصد بيها حسب الله وريا، وعمالة ترمي على الباقي تهم للصبح. ضحت بسكينة وزوجها في سبيل إنقاذ أسرتها الضيقة أو الصغيرة اللي هي تقتصر على مين؟ على حسب الله وبديعة، وهي بقت عمالة تبيع في كله، والعملية الخناق ضيق عليهم بقوا يخرفوا. واللي بين كده ان هي لاخر لحظة، على الرغم من الشواهد القوية على اخفاء اسم فردوس وانكار معرفتها بيها او بظروف العثور على جثتها في ارضية غرفتها، وهو ما ادركه المحقق قال لها بصراحة: انت بتنكري كل ما بيتعلق بفردوس، لان اختك هي اللي اخدتها من منزلها كده بقى من الاخر، ولان فانيلتها لقيناها مع جوز اختك، ولان ختم جوزك كمان لقيناه مع جثتها، فالمسؤولية عن قتل فردوس بتتركز فيكم انتوا الاربعة. ودي لأول مرة الراجل يعني يحط ايده على اربعة معينين واتهام رسمي اكيد حقيقي. قال له بعكس الاخرين اللي انت بتتهميهم، احنا ملناش دعوة باللي انت بتتهميهم، دول بيقتلوا بتتهميهم بالقتل، انت ومتهمين انتوا الاربعة، سكينة وجوزها وريا وجوزها بقتل اسمها ايه دي فردوس. لكن يعني المبدأ ده اللي خده الراجل لم محلش المشكلة بينها وبين اتهام سكينة، اتهام صريح بالاشتراك مع عبد الله الكوبجي ومحمد النص في قتل احدى الفتيات، يعني ده اللي كانت بتقوله. تمام، سكينة عمالة مصرة، ري عمالة مصرة ان سكينة بتتهمها اتهام صريح ان هي اشتركت مع عبد الله الكوبجي ومحمد النص، خلي بالك حطت سكينة في الموضوع، في قتل احدى الفتيات. والطريقة الخايبة اللي كانت متبعاها اللي هي اي ست تشهد ضدها او ضد جوزها تروح متهماها هي شغالة في الدعارة ودي ست وحشة ودي كذا، وكمان ساعات تتهم ان هي شاركت في القتل، اكيد هي اللي شاركت في القتل دي، وتقعد تخفي الأسماء. ده إرهاب وفي مصداقية الناس اللي جاية تشهد ضدهم عشان تخوفهم وتوري المحقق إن شهادتها أو هي نفسها تخاف تقوم تغير في كلامها تغير في شهادتها. ودي الطريقة التانية أو ده محور ارتكاز التاني اللي كانت بتعتمد عليه ريا. وجهت الاتهام الأول إلى أم نازلة اللي وصفتها إن هي قالت لهم دي شغالة في نفس الكار ودي شغالة في الدعارة وبيتها بيت خباصين وسحابة، بتقول على أم نازلة إن هي سحابة وهي ما بتشتغلش إلا على النسوان اللاتي يمسكن الشنط، يعني ما بتجيش تسحب حد ولا واحدة إلا اللي ماسكة شنطة تقيلة وتلابسة ذهب وعاملة وعاملة. وجهت نفس الاتهام لمين؟ لعديلة الكحكية. قال لها يعني انت، هي بتقول عديلة كحكية اصرت ريا ان دي شريكة لها في ادارة بيت الدعارة اللي هو بيت النجاة. يا ستي دي شريكة ليكي؟ قالت له ايوه عديلة كحكية شريكة، لان عديلة بدأت تقول شوية حاجات على خفيف حقيقية. وقالت له كمان بصراحة انا متأكدة ان عديلة اشتركت مع عبد الرازق في قتل مين؟ أنيسة. يعني مش تقول مثلا يعني أنا و يعني عديلة مع عبد الرازق، ده ما كانتش بتحب عبد الرازق، مستغربة قالت لي كده. المهم قالت إن عديلة وعبد الرازق هما اللي قتلوا أنيسة، يعني شالت نفسها وحطت مكانها عديلة مع مين؟ مع عبد الرازق. طب ما عبد الرازق يخش يقول الحقيقة، يعني حاجة. لكن المحقق أخد باله وقال لها الغريب ان كل من يكون في اقواله دليل عليكي او على جوزك بتعملي منه شريك في صناعتك. قال لها يعني انا فاهم كلامك، مش في صناعتك يعني في جرائمك، كل واحد بيقول كده بتروحي دباه في متهماه في الجريمة بتاعتك، يعني انا واخد بالي اللي انت بتقوليه ده كله كذب يا سيدي. فان محاولات ريا للفرار من الحصار
قد حولت أقوالها إلى كومة من الأكاذيب. كل اللي عمالة تعمله والتأليف ده حول كل اعترافاتها وأقوالها لشوية أكاذيب غير مقنعة، وكمان إيه بقى، جت ضد مصلحتها هي نفسها. وهو ده اللي ركز عليه المحقق، يعني قاعد يحكي لها مروياتها كلها اللي قالتها والثغرات اللي في كل حكاويها وفي كل اعترافاتها، قال يعني بكل حاجة يقولها لها والثغرة بتاعتها، ولا بذمتك ده منطقي؟ يعني ده دفاع تافه جدا، وبيزود مسؤوليتك. يعني يا ريت تقولي الحقيقة احسن وتعترفي احسن. يا ستي ده بفرض ان انت اللي قلتيه ده صح، ده ما يجيش دليل 1% على ان عرابي والجدر والكوبجي وعبد الرازق كانوا بيقتلوا النساء. انت عماله تلف وتدور عشان تتهمي دول، اللي انت قلتيه ده كله بالاعترافات بالتخريف ده كله ما يجيش 2 ولا 1% نقدر نمسكهم بيها او نتهمهم بيها. ده انت ما قلتيش ان انت رأيتي واحد منهم وهو شفتيه بعينك وهو بيقتل مثلا او بغيره او اي حد منهم. فراح الكلام ده يعني ايه مفوقها شوية وازعجها قوي، فاضطرت تضيف تفاصيل اخرى. كل ما يقولها على ثغرة تروح ماسكة الثغرة وضايفة عليها شوية كذب، عشان يعني ايه، غبية هي على فكرة. تقول شوية تفاصيل تانية بهدف ان هي تكثف الاتهام على الاربعة دول. بس يعني كانت بتبقى غبية وبتقول اتهامات وقصص وهمية ملهاش اي معنى ولا لها قيمة. فاعترفت بان هي رأت اثار حفر في ارضية الغرفة، وبانها تأكدت بعد الحادثة الثالثة ان هم كانوا بيقتلوا النساء. ولكن انا اضطريت استسلم لارادتهم بسبب ان انا خايفة منهم، وبالذات عرابي اللي اتعود لما حسسته ان انا كشف الموضوع ان اتعود ان هو يسبها، وان هو كان بيضربني وضرب بنتي. ف حوادث اللي جرت بعد التالتة بقى كلها كانت بتحصل بدون موافقتي وبرعب مني وبخوف مني. وراحت دربلوا حتة حلوة كده، اعترفت ان انا شفت عملية دفن أنيسة، اللي هي طبعا قالت زعمت ان عبد الرازق وعرابي هم اللي قاموا بالقتل. قالت له انا شفت عملية دفن أنيسة. واستفاد المحقق من رغبتها في ابعاد شبح الاتهام عن نفسها عنها يعني، فاخد منها اعتراف اخر بانها استنتجت من شواهد عديدة ان القتل ده كان بيتم بهدف سرقة المصوغات. يعني حكيت له ان كل ده كان بيتم بيه عشان الذهب يسرقوه، وانا شفت عبد الرازق وهو بيشيل غوايش من ايد أنيسة. ونفت طبعا ان هي تكون اشتركت في القتل او الدفن او قامت، او ان هي باعت الذهب بتاع الضحايا ديت، ولا جت جنبه ولا اي حاجة خالص. واعترفت قال لها طب يعني كل ده مقابل ايه؟ قالت له كانوا بيدوني نص جنيه في اليوم بعد ما يخلصوا حاجتهم، اليوم التاني الصبح وباعوا ذهبهم وظبطوا الدنيا كانوا بيدوني نص جنيه، عشان تبرر بقى ان في سبب لان هي بتسكت، وزائد الضرب والشتيمه ومش عارف ايه والكلام ده. وفي شيء واحد بس، يعني المحقق يعني قال ان ده احنا يعتبر انتزعنا اعتراف منها حول دور حسب الله في جرائم القتل، ان احنا يعني عايزين ناخد منك يعني كلمة واحدة، او احنا يعني عايزين نعرف اي اعتراف. لكن اصرت، يعني هو بيشد عليها قوي ان تقول حسب الله عمل حق، اصرت على تبرئة حسب الله على الرغم من ان هي بتشتكي منه ومن خيانته، لكن اصرت على تبرئة حسب الله. كانت جدعة مع حسب الله والله، بس هو حسب الله طلع ندل رغم انه تخلى عن بنتها بديعة كمان، ولا كان بيسأل فيها وراح اتجوز، لدرجة ان هو يعني زي ما اتقال في التحقيق كان بيسيبها كمان ما معاش فلوس ايام، ولا معاها فلوس تاكل بيها هي وبنتها، وكان بيصرف فلوسه على مراته الجديدة او في الخمرات، وكان بيسيبهم ميتين من الجوع
فكانت هي بتضطر بقى تروح تغسل هنا، تعمل هنا، تجيب اي حاجة. المهم ده حصل فعلا، وبعد 5 ايام من التحقيق المتواصل، يعني اللي بدأ في نهايته، يعني ان في نهايته ان ده اقصى حاجة يقدر سليمان عزت انه يستفاد بيها من التحقيق، او دي المعلومات اللي يقدر ياخدها من التحقيق، وإقامة دليل ضد المتهمين أصبح ميؤوس منه. ليه؟ معرفش، رغم إنه يعني طلع بشوية حاجات، بس هو ما كانش مقتنع يعني إن حد فيهم صادق، لكن المفاجأة اللي ما كانش يتوقعها أحد، تكلمت بديعة عشان تهد كل الدنيا دي وتقود او تودي امها وابوها وخالتها وزوج خالتها واتنين اخرين الى حبل المشنقة. ده كلام جميل بيقول لك، ولا بلاش، كنت هقول حاجة ماشي، بس برضو يعني اخي شوف برضو والله العظيم يعني كان قمة في الإعاقة في التحقيقات. طب ما مثلا بديعة موجودة من الأول، هما لسه مخلفينها في التحقيق دلوقتي، يعني أنت عرفت دلوقتي إنهم مخلفينها؟ طب ما أنت من أول يوم تحقيق يا أخي بديعة موجودة، يعني لو أي وجبنا أي واحد بي يعني عايز يكتشف حاجة، وفي أطفال دايما تعرف السر من الأطفال، معروف اسأل عن بي أي بيت شغال يقول باباك عمل كذا عمل كذا، يقول لك أه عمل، الطفل ما بيكذبش. طب ما بديعة كنت من الأول تجيبها، إيه اللي حصل؟ وإن أنت تقول لبديعة وتسألها أقل حاجة، أنت شفتي حد بيتقتل قدام عينك؟ يعني استحالة استحالة للدرجة دي. وكانوا ساكتين على بديعة كل الوقت ده، زي ما كانوا ساكتين على عبد الرازق 10 أيام محبوس عندهم وما استفادوش بيه بأي حاجة وغيره. وطبعا ليه بديعة اتكلمت؟ يعني أول ما جت في بال المحقق راح جايبها وراح متعامل معاها حلو وطمنها إن لأبوكي وأمك هيضربوكي ولا حد هيقتلك ولا حد زي ما أنت بتقولي ده هيضربوني وهيقتلوني وهيدفنوني. قال لها هيدفنوكي؟ تعالي هنا. وراح جايب لها أكل وراح مروق البنت خالص وعيشوها يوم كده يومين حلوين وبعدوها عن أمها وأبوها، وبدأت تبقى مطمنة جدا، وعشان بقى تبتدي تزيح الستار عن الحاجات اللي هي تعرفها من أسرار، رغم ان هي كانت قبل كده أصرت في أقوالها السابقة على إنكار كل شيء، حتى بتنكر اللي هو في مصلحة أمها، ما مش فاهمة يا عيني، قالوا لها كل اللي يقوله لك قولي معرفش. والمهم يا سيدي، رئيس المحكمة كان أمر بأن هي تروح الملجأ رئيس النيابة، سوري، ملجأ العباسي اللي أمر بنقلها له مؤقتا بعد يومين ثلاثة كده من القبض عليها، عشان مفيش قرايب في اسكندرية ساعتها، وكانت أمها لسه ما جاتش أو جات بعد يوم ولا اتنين. فالمهم إنه أمر يحطها بعد ما اتحبست أمها وأبوها وخالتها كمان، قال لك بس حطوها في الملجأ مؤقتا. يعني طبعا ما كانش ينفع ان هو ينقلوها في سجن الحضره، خلي بالك ريو سكينه في الوقت ده كانوا سجن الحضره كله، لما اتسجنوا يعني كانوا في سجن الحضره، اللي هو في الاخر خالص لما اتحكم عليهم واتعمل اتعدموا في سجن الحضره. فما كانش يعني طبيعي ان هو في وقت الحبس هم في اسم اللبان مثلا يقول خدوا بديعه معاها، رغم ان هي اتاخدت يوم تقريبا حاجه زي كده، فاول يوم تقريبا. فكان محبوسين على ذمة القضية بتهمة القتل طبعا، والقانون وقتها كان بيمنع بحبس الأطفال مع أهاليهم، بس تقريبا على ما اسمع أو معرفة المعلومة إن اللي خدوها يوم أو نص يوم حاجة زي كده. وبدأ إما هو سليمان عزت بدأ يكلم بديعة، فرجال الشرطة قال ايه، اتنبهوا كلهم الى اهمية ما قد تكون بديعة رأيته او شافته بحكم اقامتها مع امها وابوها الدايمة واختلاطها بهم واختلاطها بالجيران وبخالتها وبأنيسة وبكله، وكانت بتاخدها معاها في اي حتة.
وده لما يعني لما سليمان عزت قال كده يعني رجال الشرطة كلهم صحيوا وقال لك بس التحفظ عليها من اول ما قبضوا على امها طبعا وابوها وكلام من ده، وعد يوم او اتنين او تلاتة او ايا كان، قال لك بس دي لازم نتحفظ عليها. وزي ما بقول لك يعني قعدت ليلة مع امها في اسم اللبان. وريا كانت تتوقع يعني اللي هيحصل لبنتها من استجوابات، كانت خايفة قوي من الحتة دي، وفي اسم اللبان بالذات يعني كانت خايفة قوي ان لو جابوا البنت وسألوها هتقول معرفش شوية، لكن دي طفلة يعني اكيد هيقرصوا عليها شوية هتقر على كل. الوحيدة اللي كانت خايفة من الموضوع ده ريا، كانت خايفة جدا من اقوال او اعترافات بديعة. والعلم كانت يعني كل ما يقولوا لها بديعة بتقول كذا كانت تغير اقوالها عشان تتوافق مع كلام بديعة وتبرر ان اللي قالته بديعة ده مش اتهام ليا. تمام يا رب. هي تأكيد للكلام معلش مش يوم اللي قعدته معاها في التخشيبة، قعدت يومين معاها في التخشيبة، كانت بتكرر وصاياها بطريقة جنونية لها، وقول لها اوعي تقولي اعرف اي حاجة هيقتل امك هيعدم امك، اوعي يا بديعة تقولي على اي حاجة، اي حد يغريكي باي حاجة ويقولك اعترفي باي حاجة ما تقوليش اي حاجة خالص، هيقتلوني وهيقتل ابوكي، وابوكي مش هيسيبك وهيقتلك وهيموتك. فودوها، اول سبب ان هم يودوها الملجأ العباسي قال لك عشان تبعد، ما هو من غبائهم برضو حاطينها مع امها في التخشيبة يومين في اسم اللبان، قال لك عشان تبعد عن تأثير أمها خالص، عايزين نبعدها عن أمها خالص، بعيد عنها في أي كلام ولا تشوفها ولا أي حاجة، عشان الكلام الطبيعي يطلع من بديعة. واستعانوا يعني بحد نفسي كده عشان يفكوا عقدة لسان البديعة، يعني يريحوها نفسيا قوي، سواء بقى بالكلام او بالطريقة دكتور نفسي او بالاكل او باللي عمله رئيس النيابة. فقالوا لها وهي يعني تماما عشان تعترف، لكن ريا كانت خايفة قوي على بديعة، معرفش ليه، ما انت كنتش عاملة حساب لها قبل كده. فالمهم ان هي كانت خايفة على بديعة قوي ان هي تعترف باي حاجة. وصحيح إضافة تانية إن هي كانت مأكدة عليها قوي إن أنت لازم تأكدي وكلامك المستمر الدايم إن أنت لازم تتهمي إثبات، يعني تثبتي يا بديعة إن عمك عرابي ده إن هو كم مرة ضربك وضرب ضربك عشان أنت قلتي كلام عن نظلة قبل كده، أو إن أنت تعرفي نظلة وان انت رحتي كان معاكي رساله لنظله وان هو كان قبل كده ضربك وكلام من ده. فقالوا لها لازم تاكدي ان انت عرابي ضربك، وان انت يقولوا لك اليوم اللي انت رحتي خدتي فيه انيسه ما تقوليش لا، قولي انا خدتها قبلها بيومين، يعني عمتي أنيسة دي شفتيها النهاردة رحت لها النهاردة؟ لا ما رحت لهاش، أنا رحت لها قبلها بيومين. هتقولك يوم ما أنيسة اختفت ويعني ماتت أو اتخطفت أو أيا كان، تقول له لا أنا في نفس اليوم ده ما رحت لهاش، أنا رحت لها قبلها بيومين. عمين يحفظوها بديعة في الوقت ده، خلي بالك ما كانتش تتجاوز العاشرة من عمرها، رغم إن في ناس قالت 11 و12، لكن هي الأوراق الرسمية قال لك ما كانتش تعدي 10 سنين، لكن خلي بالك كانت خبرتها اكبر بكتير من عمرها من اللي شافته. رغم ان سكينة لما سألوها خلي بالك على بديعة قالت لهم دي بنت اختي، دي بنت صغيرة بس شطانة وواعية وعارفة كل حاجة. وجم سألوا خلي بالك سكينة عن بديعة شوية كده، قال لها يعني ايه اللي تعرفيه عن بديعة بنت اختك؟ قالت له بيه يعني انت عايز منتظر ايه؟ انهم كانوا شايفين بديعة دي سوء، يعني
صورة معقدة يعني من اللي هي شافته طبعا. قالت له يعني انت، هي كانت بتحيرهم قوي، بديعة نظراتها خلي بالك، ايه اللي تعرفيه؟ فقالت لهم يعني انت شايف طفلة اتولدت وتربت في بيوت دعارة وبيوت تعاطي مخدرات، وبيتردد عليها كل من يعني الفتوة والفلاح والصعيدي والمسيحي والمسلم والصياد والعرباجي، يعني وبتروح خمارات مع امها يعني، وغير الحواري اللي هي طول النهار تلعب فيها، والزقايق اللي قاعده قضت فيها سنين عمرها كلها كانت بتلعب مع الاطفال في الشارع. قال له تفتكر ايه ده؟ يعني ده كان بيحدفوا الناس بالطوب في الشارع، وكانت بتتسول وتسرق البرتقال وتسرق القصب من البياعين، وبترجع بالليل الساعه 11 و12 تخش يا دوب على النوم في حضن امها. انت منتظر ايه؟ يعني هتكون طفله شكلها ايه؟ هتكون طفله واعيه وفاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه. وبيقولوا لها يعني حسب الله اتجوز رايا ازاي؟ قالت له اخو حسب الله الاكبر لما مات هو ده اللي دفعه للجواز بيها عشان يربي ابن اخيه الراحل اللي هو كان مولود قبل بديعة، ده السبب بس، يعني مفيش حاجة تانية خالص، هو ده السبب اللي خلاه اتجوزها. وقالت كمان هو ايه اللي هيخلي يعني الحياة تستمر مع حسب الله ده؟ يعني ده هو ده السبب بس اللي اتجوز راي عشانه، عشان يربي ابن اخوه اللي ما عادش على قيد الحياة. هيقعد مع ست ليه؟ هي اكبر منه ب 15 سنة، عندها يعتبر عيب خلقي، كل ما تحمل يسقط الجنين بتاعها يعني. وقالت له يعني قالوا لها يعني رايا بتدافع عنه؟ قالت له هو ده اللي السبب ان هي هتدافع عنه، لان هو صبر على عيوبها وهو عالى عليه، هو ما بيعملش اي حاجة وهي اللي بتعمل كل حاجة. قالوا لها طب بيتعالى عليها ليه؟ قالت له هو برضو نفس الموضوع ده، وسبب خيانته لها هو نفس الموضوع ده، وكان ماشي مع كتير جدا من البغايا ولا في دماغه خالص، وكان بيجيب ستات عندي في غرفتي. ده شوية من الدردشة كده اللي قالتهم سكينة. ومع ان بتيعة كانت ما تزال برضو تحتفظ من طفولتها ببعض البراءة مهما كان هي طفلة، وشيء من السذاجة، لكن المناخ اللي اتربت فيه اختال يعني الجانب الأكبر من طفولتها، وكانت دايما بتتدرب على الكذب وعلى الغش وعلى السرقة والكراهية والشر، ده الطبيعي اللي كان بتشوفه بديعة كل يوم. وكان سليمان عزت في الوقت اللي بيستمع فيه في التحقيقات الموسعة اللي عملها في قضية مقتل نزلة أبو الليل، كان ساعتها بيستمع لأقوال عرابي، حتى يعني جات مهمة، فكان عرابي بيواصل إنكار معرفته بنزلة أو أمها أو ريا نفسها، لما المحقق كان شاكك إن هو عارفهم طبعا، فاتخنق المحقق فراح جاي سأله سؤال، قال له طبعا السؤال ده ناتج من أقوال بديعة الجديدة قدام الشرطة، فراح سأل عرابي فجأة، لأن طبعا سأل بديعة أنت تعرفيه؟ فقلت له أعرفه. فراح جاي سأل عرابي أنت عارف ريا أو بنتها بديعة؟ فراح أنكر عرابي معرفته بيهم تاني. قال له طب وإذا جبنا لك بديعة وتقول وتقف قدامك وهي طفلة، اللي هتقوله هيبقى صح، وقالت لك حوادث كمان تؤيد كلام امها بانك كنت بتروح البيت عندهم. فراح رادد، مش عارف ايه القلب الجامد، راح رادد باستهزاء بيقول له ابعت هاتها واديني قاعد اهو مستنيها لما تيجي. هو مفكر ان هم مسلطينها ان هي تقول لا وما اعرفش وما عملش. المهم راحوا جابوها من الملجأ العباسي امام المحقق ظهر يوم الأحد 28 نوفمبر 1920 طبعا، وبعد حوالي كان عدى أسبوعين من التحقيقات اللي هي كانت يعتبر وصلت لطريق مسدود ما عدا
كلام بديع اللي بدأ يفتح شوية حاجات حلوة كده. فكان يعني أو بديعة هي اللي بدأت تقول لهم شوية حاجات من الحقائق اللي بتحصل في بيوت الدعارة أو بيوت الهلاك زي ما كانوا بيسموها، أو بيوت الموت اللي كانت أمها وخالتها بتعملها. وخلال الجلسات قعد معاها حوالي 3 جلسات اللي استمع فيها المحقق إلى أقوال بديعة، اكتشف الجانب الآخر من مأساة بديعة، إن هي كانت يعني ظاهريا كأنها قطة أليفة أو حاجة طيبة جدا. كان بين في وشها البراء قوي، كانت بتتميز في الحكاية دي في وشها عن يعني أطفال كتير في سنها ممكن ميبقاش فيهم الحتة دي، بس هي كان بيبان البراءة قوي في وشها، وفعلا كانوا جايبين واحدة في المسلسل بريئة جدا. يعني كانوا مفكرين، خلي بالك يعني بيقولوا بيقالوا الكلمة دي ليه؟ قال لك احنا كنا هنشوف، مفكرين هنشوف طفلة في أقوالها في التحقيقات إن هي هتبان مذعورة ولا خايفة ولا هي بتعاني من أي أحاسيس ولا أي رعب ولا كذا ولا كذا، أو حتى مثلا بعدها عن أمها. فقال لك ما حسيناش كده، احنا حسينا ببراءة في وشها جامد جدا، ولكن ما شفناش أي ذعر فيها خالص ولا أي حاجة باينة على وشها. وخلي بالك كانوا موصيين عليها في الملجأ جدا، كان جايبين لها ناس يعني عايزين راجل يقرب منها يحسسها بالأبوة، واحدة ست تحسسها بأنها كأنها أمها. طبعا ده مش هيعوض يعني، بس بقول لك ده اللي حصل، ده الثغرة اللي دخلوا لبديعة منها، بدأوا يحطوها بعطف جامد قوي وحنان جامد قوي، ما يعني محرومة من كل ده. ده أثناء إقامتها فين؟ في الملجأ، وبدأت فعلا تاخد على الناس اللي حواليها ويأكلوها ويلبسوها ويعملوا دي حالة خاصة بقى، وبدأت تتكلم معاهم، ففكلها لسانها المعقود ده اللي كانت خايفة، وفعلا ما كانتش بتدي الفرصة لحد خالص انه يتكلم معاها، حتى واحد يستدرجها بكذا او بكذا تقول له ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش، لان ما كانتش واعيه فاهمه ان هي بتقول ايه ولا هتقول ايه ولا ده بيودي في داهيه ولا ده لا. فكان فعلا مكتومه تعتبر بديعه. والمحقق يعني كاد ما كاد المحقق يبتدي يستجوبها بعد الجلسات النفسيه ديت، وبدات تنطق وقالت له كلام معبر جدا يا عيني. فبيسألها عن حاجة، قالت له أنا خايفة، أول كلمة طلعت منها يا عيني طفلة بس بتقول إيه، قالت له أنا خايفة. فسألها يعني أنت خايفة من إيه، قالت له أنا خايفة من أمي وجوز أمي اللي هو طبعا تقصد أبوها وسكينة وأهلي كلهم، دول هيموتوني. وبدأت يعني بقى ايه يعني خلاص اتفكت فعلا، بتقول كلام منطور كده، ده كل ما يقعدوا ياكلوا يدوني لقمة حاف، ولما اطلب منهم حتة لحمة ولا حتة فرخة يروحوا ضاربني وشاتمني ويقولوا لي اطلعي بره. شوف يعني بتحكي نفسيا بقى، دي حاجة مضايقاها جدا مثلا من سنين، وسوري يعني مش عايز اقول لها، يقول لها اطلعي بره يا بنت كذا، مش عايز اقول. فبقيت اخاف واجري، واجري قالت له كده، قالت له بجري زي الكلبه واخرج على الحاره بره، لان كان ابويا في وشه الرعب ويبرق لي وامي تبرق لي. فالراجل يعني بيسمع، قال لها وتقومي من على الاكل وتسيبي الاكل وتطلعي تلعبي في الحاره بره؟ قالت له بروح العب مع العيال واقعد لغايه بالليل خالص عشان اطمن يعني ان هم كلوا وشبعوا ويمكن ناموا، واروح راجعه قبل ما يقفلوا الباب بالمفتاح واروح قاعده معاهم. يعني يشوف يضربوا البنت ويقوموها من على الاكل ويشتموها ويكرشوها وتطلع بره في الحاره وما تاكلش اصلا، تكمل كلمه اكلها. وقالت له بيروح قبل ما يقفلوا الباب بالمفتاح بروح داخل البيت بس الدنيا بتبقى ضلمه،
ويعني مش عايز اقول حاجه يعني، ومن كتر الرعب والخوف وانا داخله على البيت كنت بعملها على روحي. ومره يا بيه كنت بيفتحوا عليا الباب الصبح، انا كنت ههرب، كنت ههرب من البيت وهمشي واسيب البيت ده خالص عشان بيعملوني وحش. لا طب هتهربي ازاي؟ قالت له عارف البابور اللي هو يقصده فيه القطر يعني، انا كنت هشوف القطر واروح مش علقع فيه واسافر كفر الزيات عند خالي، لكن ما عرفتش انزل المحطه، ولا عرفت اشعلق، ولا عرفت اعمل اي حاجه. بس هو ده هو ده اللي انا كنت عايز اعمله. بدات عيني تبتدي ترتاح للراجل، واكلها وجاب لها حاجات حلوه بتاعت الاطفال، وبدات تقول له كلام. قال لها انت بتكرهيهم كلهم؟ قالت له يا بيه انا ما نحبوش غير من اهلي خالص، كل دول بكرههم، ما بحبش الا امي، لان هي ساعات بتبقى حنينه عليا، وساعات تصرف عليا حاجه، وساعات تشتري لي حاجه، لكن ابويا لما ابص عليهم من الشباك وهم بياكلوا، لما بيطردوني بره ساعات كنت اقف ابص من الشباك، يروح وهم قاعدين بياكلوا وبص جامد، ابويا لو شافني كان يطلع الخرزانه من الشباك يعني، يقوم فجأة عليها او يساهيها شويه، واقفه يعني سرحانه بتفرج على الناس اللي بتاكل، ويروح طلع الخرزانه عصايه طويله يعني عصايه يضرب بيها، ويروح جاي ضاربني من الشباك، او يروح زقيقني بره اقع من الشباك، واروح طالعه جاريه ومن كتر الخوف اروح ماشيه، تقول له الكلمه دي كررتها كتير، اروح ماشيه زي الكلبه واروح عاملاها على نفسي. فالراجل يعني صعبت عليه البنت، قال لها تعملي ايه على نفسك؟ انت برضو انت داخله البيت كنت في الضلمه. قالت له انا كنت بخاف ومرعوبه وخايفه ان ابويا يقتلني، ولو طلبت منه 20 قرش فضه او 20 مليم وقتها ولا ايه، 20 قرش مش ريال والكلام ده، لا اشتري بيها حاجه، كان يشتمني ويلعن ابويا وكمان يديني بالجزمه ويبهدلني، كان يبقى يوم يعني مش فايت لو طلبت منه فلوس. شوف سيدي جابر ايام زمان كانت عامله ازاي. لها طب يعني خالتك سكينه يعني بتحبهاش ليه؟ قالت له دي كانت دايما سكرانه، وكنت ساعات اخش بيتها ازعق عليها يعني، اخبط على باب بيتها بالطوب كده او اوضتها واطلع اجري، خايفه ان هي تضربني، عشان كانت مثلا شامه ريحه سمك وهي قاعده بتاكل سمك، فاروح خبط الباب بالطوب كده اهوت بالراحه، او احدفه ساعات بالطوب من بعيد واطلع اجري، ولو طلبت منها حته سمك ولا قرش تقول لي يلا يا بنت امشي من هنا سيبينا في حالنا، هو احنا لاقيين نفطر؟ وتخبي من امي الفلوس عشان ما تسلفهاش، وكنت امي تقول لها هاتي فلوس سلف، تقول لها لا ده انا ما معيش، وانا بقى لسه شايفاها حاطه فلوس في جيبها او في صدرها، وشايفاها يعني ان هي معاها فلوس، وتنكر من امي. وكنت عايز اشتري يعني طرحه كان بيقولوا عليها ايامها مدوره، البسها على راسي زي بقيه البنات، محدش منهم رضى يشتري لي طرحه. حتى سكينه اما قلت لها يا خالتي سكينه انا عايزه مدوره اشتريها على راسي احطها ليها طرحه يعني صغيره كده، تروح مدياني طرحه من بتاعه الستات اللي قتلوهم. يا نهار ابيض، لكن انا مرضتش والبسها، وقلت خلاص انا هلبس المدوره القديمه او الطرحه القديمه بتاعتي اللي كانت مقطعه ومخرمه، البسها احسن على راسي احسن ما ملبس طرحه بتاعت واحده قتيله. ويا عمو او يا بيه انا خفت حد يشوف الطرحه بتاعت القتيله عليا يعرف ان هي بتاعت واحده من الستات المقتولين، اروح في داهيه يقولوا لي ده انت اللي قتلتي الست ديت، واروح في داهيه. شوف تفكيرها يعني غلبان بنت دي، يعني ماساه والله العظيم. وبتقول امي كانت يعني كل ما اقول لها مثلا ابويا ما بيدينيش او امي ما او سكينه ما بتدينيش، فامي كانت تقول لي سيبك منهم انا معيش فلوس وهم ميتين على القرش، لكن انا لما ابقى معايا هبه اديكي، لما تعوزي حاجه
قولي لي وانا هجيبها لك من تحت الارض، يعني بعد كده لو هتطلبي حاجة انا هحاول اجيبها لك على قد ما اقدر. ويعني شوف، هي البنت شايلة، امها بدأت تيجي معاها فلوس شوية اما قتلوا وعملوا، بقت تشتري بقرش او قرشين برتقان للبنت الصغيرة يا عيني، وهي يعني شايلة الجميل ده لامها. شوف يا عيني البنت الغلبانة. وساعات امي كمان كانت تقول لي، اقول لها معلش يا ام، ابويا ضربك ولا عملت؟ تقول لها ما خلاص احنا هنروح نسافر انا وانتي، احنا غلابه وبيضربونا وبيشتمونا ومش عارف ايه، وانا غصب عني ساعات ابوكي يشتمك ويضربك ويمنعك من الاكل، انا غصب عني انا وانتي هنروح نسافر ونسيبهم. بس يا عمو، بس يا بي احنا ما سافرناش. قعدت تقول لي كده، لكن ما سافرناش. فالراجل قال لها تعرفي واحده اسمها ام احمد النص؟ قالت له دي صاحبة أمي وحبيبتها. وكنا نقول لها يا خالتي، سعاد بنقول لها يا خالتي معرفش ليه. وكنت أقعد في مكان في دكان الطبيخ اللي فتحاه أختها ستوتة، ويفوت واحد يشتري منها تقول له هات قرش للبنت الغلبانة دي، يعني عيني بتشحت عليه، تقول له هات قرش للبنت الغلبانة دي عشان نأكلها صحن طبيخ ويعني ادفعوا لها. يعني طب ما تدي انت يا اختي البنت الغلبانه وتدفعي، نستنى الراجل يجي. والمهم كان بيحصل كده، والراجل يدفع القرش وكانت بتديني صحن الطبيخ اروح بيه على امي وناكله انا وامي مع بعض. يعني ريا حقيقي كانت مذلوله، مش مبررات خالص، بس بقول لك حقيقي ريا كانت مذلوله ذل الكلاب، ورغم ان هي بقت عليه في التحقيقات، بس هو الراجل ده كان مفتري برضه. وكانوا دايما اي قعدة هم قاعدين فيها الكبار كلهم بقى الستة سبعة مع بعض كانوا يكرشوني برا. وبالاخص يعني ان هم يعني قبل القتل كانوا بيعملوا عزومة كبيرة قوي، ويحطوا طبلية كبيرة فيها ايه اكل جميل جدا، كل انواع الاكل. ودي طبعا اللي هو كان بيعملوه قبل القتل فعلا. والحكايه دي بقى اول ما كانوا بيعملوها، بتقول له اول ما كانوا بيعملوا كده انا كنت ايه بتحايل عليهم، طب ادوني اكل ادوني اي حاجه، فكنت بخاف يقتلوا وانا موجوده في البيت، فكنت اتحايل عليهم اقول لهم طب انا هطلع العب في الحاره. وبقى لا بتطلعي تلعبي في الحاره؟ قالت له اه، بس يا بيه انا كنت بمشي واحده واحده واخش المنور واقعد ابص بعيني اشوف ايه اللي بيحصل. من كان في شباك مطل على المنور، كنت ابص من خرم فيه كده وابص واشوف ايه اللي بيحصل، بعد ما يخلصوا الاكل بالذات انا عارفه ان هم هيقتلوا. شوف بنت جابت لك الحقيقه كلها على بلاطه قدامك في ربع ساعه ولا في يومين ثلاثه، لكن بس يلا. فقال لها شفتي؟ قالت له انا شفت حاجات كتير. قال لها شفتي؟ يا نهار ابيض. قالت له انا شفت حوالي خمسة من الضحايا. قال لها وانت عارفاهم؟ قالت له ايوه، عمتي نازلة ولا خالتي نازلة دي ابو الليل كانت بتيجي تقعد عندنا وحافظاها وعارفاها، ونبوية بنت علي دي شفتها بعيني اللي هي القهوجية اللي شغالة في كوم بكير، كانت امي بتبعتني لها وبشوفها كل يوم وهنا وهنا وهنا. قالت له واحدة تانية اسمها زنوبة الفرارجية. لا تعرفي زنوبة الفرارجية كمان؟ قالت له ايوه دي كنا بناخد منها الفراخ وكانت صاحبة امي. قال لها وفاطمة العورة هي اللي قالت له؟ قلت له واحدة اسمها فاطمة العورة معروفة قوي شيخة المخدمين، لما برضو ريا راحت لفاطمة العورة المكتب وكانت واخدة بنتها معاها. قال لها قالت له وفردوس كمان، خالتي فردوس كمان عارفاها بنت فضل الله، يعني بتقول له امارة، ما البت حافظة الناس دي كل يوم في وشها وبيتعاملوا مع امها كتير وبتروح لهم كتير، كانوا بيبعتوها لها كتير، وكانت يا عيني في ذاكرتها بلاوي سودة محتفظة بيها يعني عن العمليات القتل دي كلها، وبالذات عملية قتل نزلة. اللي حكت فيها ان يوم قتل نزلة من ساعة اللحظة اللي بعتوها فيها لنزلة، ريا بعتتها عند نزلة وقت الظهر عشان تجيب منها الصينية وتدعوها بتقول لها تعالي
عرابي هنا عندنا وعايزك او عايزينك، لغاية بعد المغرب لما بصيت من منور فشفت الرجالة وهم بيحفروا القبر تحت، او التربة زي ما كانت بتقول تحت الصندرة. قال لها يا نهار ابيض، يعني البت بتقول كل حاجة. وقالت له اللي هو وقت قتل فردوس انا شفتها وهي داخلة عند العصر، يعني عند العصر كده يا بيه، او يعني وقت الشمس وهي طالعة. قال لها كانت داخلة مع مين؟ قالت له كانت داخلة مع سكينة، خالتي سكينة. وقعدت ابص من الغرفة وقعدت اتابع واشوف ايه اللي بيحصل، لغاية لما شفت ابويا وهو بيقتلها بيقتلوها وبيدفنوها. وقبل ما يدفنوها قال لها جاي طلع الغوايش من ايديها ما طلعتش. قالت له كمان راح جايب صابون وراح حطه على الغوايش عشان يطلع الغوايش دي على ايديها، فجاب صابون وحكه كله في الغوايش وفي ايديها عشان يطلع الغوايش. طب ما كنت تقطع ايديها اسهل يا عم، ما انت راجل طيب قوي حنين بيطلعها بالصابون. قالت له لا، وايه تاني؟ قالت له طلع الغوايش كلها والاساور اللي كانت لابساها. قال لها طب يلا، وجوز خالتك كان بيعمل ايه؟ محمد ابو عال. قالت له ده كان بيحفر الارض ساعتها، كان تحت الصندره وابويا بيقلعها الغوايش. قالت له قال لها الله، ده انت يعني كنز. طب وقتل خالتك فاطمه العوره شيخه المخدمين؟ فقالت له على اللي شافته في القتل بتاع فاطمه العوره، اللي هو المشهد الافتتاحي واللي هو البدايه يعني. قالت له خدت سكينه هي اللي راحت جابت فاطمه العوره، وكانت لابسه الملايه ومغطيه وشها بالبرقع. راحت دكان فاطمه العوره وجابتها وهي مغطيه وشها ومحدش شافها ولا حد يعرفها، وجابتها البيت. رجعت بيها البيت الجمال اللي قاعده فيه سكينه. وبعد كده فبيقول لها كملي يا بديعه كملي. قالت له لا، ديت الحته دي انا ما شفتش الا الحته دي، يعني ما عرفتش تحكي له بقى تفاصيل دفن فاطمه العوره. ليه؟ لان هي كانت ساعات من كتر الرعب بتقف يا عيني، وكانت تتبول على نفسها وتترعب قوي، تقوم ما تبصش وتمشي. فممكن تقول الواقعه دي هي اللي حصلت في بالذات فاطمه العوره. وطبعا اللي حكيته بديعه ده مش كله الصدق ب100%، لا، حكت هيكل الصدق كله او هيكل الحقيقه وشويه تفاصيل صغيره. ليه؟ ده يعني من بتحكي من خيال الطفله او بطريقه الطفله، لكن للتدقيقات هيحصل طبعا. لكن هي طبعا حكت حقائق محدش يحلم يحكيها. وطبعا في اللحظه اللي هي بتحكي فيها دي تحس ان بديعه نسيت كل تلقينات امها، كل تسليط امها لها واتفاقات امها نسيت تماما، وعماله تحكي ببراءه الطفله ونسيت ابوها وامها ولا يقتلوهم ولا يعملوهم. وطبعا خليط من الواقع على الحقيقي فعلا، على شويه كلام قالته ممكن يكون تخيلي سنه، لكن مفيش تخيل، ما اقصدش تخيل يعني، لا اقصد بخيال الطفله، يعني حكت بخيال الطفله او بتفكير الطفله. ونسيت طبعا كل اللي قالوا ابوها وامها والوقائع الكذب اللي قالته، اللي قالوا لها تقولها وتقولي كذا. لكن كانت عندها يعني حرص شويه ان هي تبرأ امها، يعني شطبت كلمه امها شويه في بعض العمليات ونسبته احيانا لآلة عديلة الكحكية، يعني من خوفها على امها برضو عشان كانت بتعطف عليها شوية. وبيقول لها يا بديعة كملي. قالت له هنكمل في الجزء 31 اللي جاي، كفاية عليكم كده، خبطنا لكم ساعة فقلنا ايه كفاية ماشي. فان شاء الله نكمل الجزء الجاي، الجزء 31، يا رب يعجبكم. ومتشكرين لمشاهدتكم جدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.